السلام عليكم خاوتي، توجور معكم كادي قناة فورا لا دي زاد. مرحبا بكم خاوتي، عاونونا بابوني وشاركوا معنا في القناة لتطوير هذه القناة، وان شاء الله تكبر بكم ان شاء الله بربي. نبدأ خاوتنا في البطولة المنحرفة هذه، والبطولة الجزائرية أي الاحترافية الانحرافية، متى تبدأ، كيف ستبدأ، ما هي القواعد التي تبدأ عليها، كيف غادي ننظموا بعشرين فريق، كيف تكون الدرجة الثانية، كيف تكون الدرجة الثالثة، كيف النزول يكون العام الجاي، كيف الصعود، كيف الكارثة، كارثة خالطة كبيرة، كيف الرابطة غادي تسطر المباريات، كيف الرابطة غادي تنظم 20 مقابلة آلي 20 روتور، إضافة إلى ألعاب العربية، إضافة إلى كأس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى كأس رابطة أبطال إفريقيا، إضافة إلى مستحقات الدولة الجزائرية كانتخابات برلمانية، انتخابات دستور، انتخابات، كذلك في ظل هذه الجائحة كورونا، كيف غادي يتعاملوا معها، كيف غادي ينظموها طبيا ووقائيا، كيف مع العلم أن المنشآت الرياضية عندنا في الجزائر في حاجة إلى ترميم، في حاجة إلى ترميم كبير، نعلم أن كل استاد عنده زوج تلفزيون، واحدة صاحب الأرض والثانية للخصم، وهذا في القواعد الصحية والقواعد المطلوبة من الفيفا غير كافي جدا. كيف يديروا لي تيست لي جوار، مع العلم أن نشوفوا في البطولة الفرنسية ولا البطولة الألمانية شاك ماتش تيست، قبل الماتش بكارون تويتر عندك تيست، شفنا مثلا فريق باريس سان جيرمان كوم بامبير نيمار فيغاتي، بزاف لي جوار صابوهم مرضى فيروس كورونا. ان شاء الله بربي حنايا الدولة تتاخذ الاحتياطات اللازمة باش تبدا هذه بطولة العام. نشوفوا حنايا في مصر راهي بدات، في تونس تبدا، المروك بدات، بارتو بدات، خص ليبيا وسوريا اللي في الحرب يبداو، وحنا الجزائر اللي دولة عظيمة ودولة كبيرة ما بان والو، إضافة إلى ضعف مستوى الاتحادية، ضعف مستوى التسيير، ضعف مستوى التخطيط، ضعف من كل ناحية، وزدنا حطوا رواحهم في أزمة وحطوا الدولة الجزائرية في أزمة بصعود 20 إيكيب ولا 30 إيكيب من مختلف الأقسام، كيف غادي تنظم المنافسه، كيف غادي انا راني حار، انا قعدت نقبض ندير في ليكالكيل، تسيب لك 10 شهور ولا 10 شهور على الاقل باش تكمل الشامبيون الجزائري، 10 شهور على الاقل. اضافه هذه بلا الانتخابات وبلا المستحقات البلاد وبلا بلا 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 بلا، دير في بالك يسرى اي طريق غادي تحبس شهر شهرين فاصل، سما كارثه عظمى. ان شاء الله بربي لي واقفين على الوزارة ولا الدولة ولا تشوف كيف تتصرف مع هذه الاتحادية، ويشوفوا كما احنا نقولوا مخطط نجاة للشامبيونة الجزائرية. رانا نشوفوا فرق بدات التحضير، فرق مازال، فرق بدات الانتدابات، فرق مازال، كارثة. وتزيد تشوف لي تيران كيما 5 جويلية، تشوف كيما ملعب وهران، تشوف هذوك ضعف التأهيل وضعف الخبرة في كما احنا نقولوا في الاعتناء بالعشب، سبب فساد الأحشاب في الملاعب الجزائرية، قرارات ارتجالية، قرارات لا علاقة لها بقوانين كرة القدم، لا من حيث داخل الجزائر ولا من حيث الفيفا، قرارات عنترية، مشاكل مع الفرق، شكون اللي غادي ينافس في رابطة الأبطال، شكون اللي غادي ينافس في الاتحاد الإفريقي، شكون اللي غادي ينافس في الألعاب العربية، ما فهمنا والو، ما كان لا وضوح، ما كان لا قرارات شغل تخدم مصلحة الكرة الجزائرية. رانا نقارعوا الدولة تتصرف وتنظر للرياضة بنظرة مليحة، خاطر الرياضة هي أساس هذا الشباب، والرياضة اللي راهي كيما حنا نقولوا نشوفوا البلدان اللي حدانا كاع بداو منظمين بطريقة منظمة كيما عندهم عندنا، هما عندهم جائحة كورونا، حنا عندنا جائحة كورونا، فاش فايتينا؟ عندهم الملاعب، عندنا الملاعب، عندهم. سما الطريقة في الرجال، خصنا رجال في الاتحادية، خصنا رجال لينظموا الاتحادية بمعنى الكلمة، خاصة الرابطة والاتحادية، لازم تغيير جذري في هذه الاتحادية والرابطة، لأن كما قال لك لا قعدنا مع هذو الليتات، نقولوا هي البانون في الجزائر مكاس، وزيد تقول عليها مكاش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي، وإن شاء الله نسمعوا آذان صاغية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.